عايزة أطمنكم زي ما قلنا في أول الحلقة إن بعثتنا خلاص وصلت بالسلامة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. كانت راحت طبعا كازابلانكا بالمغرب، بنستعد لمواجهة الوداد المغربي. البعثة طبعا دي لقطات الحصرية اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي على الشاشة، ده الباص تقريبا اللي بينقلهم للطيارة. لا ده هم وصل ده الوصول، ده الوصول دي لحظات الوصول يا جماعة، لسه واصلة من شوية زي ما قلنا لحضراتكم من نص ساعة تقريبا وصلت، وكنا بنتابع مع مرسلنا طبعا كريم وقال لنا طبعا ان القنصل عمر منيب قنصل مصر في المغرب وايضا عمر شعيب مسؤول الشؤون السياسية في السفارة المصرية كانوا حريصين على استقبال بعثتنا، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين نزلوا من الطيارة أخذهم الباص وصلوا على المطار، هيخلصوا كل أمورهم إن شاء الله يعني هفتكر خلصوها يا كابتن هاني. يعني الإجراءات بتبقى سريعة. لا هو طبعا كل دي لقطات حصرية على الهواء، خلاص على طول وصلوا بالسلامة وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وزي ما احنا متعودين ودايما متعودين بيكون القنصل موجود أو أعضاء بعثة يعني أعضاء السفارة بيكون موجودين في استقبال البعثة، فالحمد لله وصلوا بالسلامة، وزي ما بنقول يعني إن شاء الله ربنا يوفقهم، كلنا قلوبنا معاهم وإن شاء الله يحققوا نتيجة كويسة. النهاردة كمان خلينا نقول القائمة اللي سافرت المغرب، القائمة ضمت محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، دول طبعا حراسة المرمى، محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني، أحمد فتحي ده طبعا لخط الدفاع، عمرو السولية، أليو ديونج، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، وجونيور أجايي، وصالح جمعة، وحسين الشحاد، وأحمد الشيخ، وليد سليمان، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأليو بادجي، ده طبعا الخط الوسط والخط الأمامي كمان، زي ما احنا شايفين ان يعني كهربا كمان موجود، وان شاء الله نطمن عليه يا ترى حالته تسمح، حالته الفنية والبدنية تسمح، ده اللي ان شاء الله خلال كمان احنا نتابع كل اخبار بعثتنا هناك وكل اخبار فرقتنا ان شاء الله هتكون على قناة النادي الأهلي اول باول بإذن الله.